الله يجزيكم بخير. هذا المستوصف ديال حي الحسني. السيده جات مسكينه، السيده مرضيه جات باغي تشد ورقه، جيتي انت الشيفور ديال المندوب ديال السبيطار، شديتيها من الدرج لحتى كركبتيها بحال شي بحال شي بحال شي باعوضه لي بالا كاع، خرجتيها ملي ما كاين حد، خرجتيها لبرا لحتيها. اه جاو الناس، شفتو بعيني؟ لا لا، جاو الناس بقاو مجموعين. انا مشيت نعيط لرئيس الجمعيه ديال حقوق الانسان، لقيت الناس مجموعين. جيت دخلت قال لي السيد اللي لقينا ما كاينش اللي ضربها. واخا علاش هو باغا ورقه مسكينه ديال 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 السبيطار، باغا تاخذ ورقه باش تمشي تدفعها في 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 شي سبيطار اخر. وي وي استفزها وشدها دفعها، طلعها مع الدرج مسكينه. تطاحت على راسها. والسيده مسكينه مرضي. لا لا تسنتي، لا لا هذا السبيطار، هذا السبيطار لا لا كيتباع فيه الدواء. كتجي السيده من 7 الصباح مسكينه. تتبقى من 7 الصباح حتى 12 العشيه، كيجيو هما كيقولوا المراه سالينا سالينا الخدمه، والسيده مسكينه الدري كيموت، المراه مسكينه الناس مرض. الحي الحسني الا السبيطار بوحدو على اللي يديرك عندك، هذا السبيطار ودير الحي ودير الحسني. هذا السبيطار ما كنستافدوا منهم حتى شي حاجه، لا لا كيستافدوا هما، كيبيعوا في الدوايات وكيستافدوا هما.